معها كثير من البدع مثل ما يحصل في يوم عاشوراء مما ذكره الأخ. فيوم عاشوراء يوم أنجى الله من فرعون وجنوده، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه شكرا لله على نجاة موسى، نحن أولى بموسى من اليهود، وهو يكفر ذنوب سنة. وقد قتل فيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مظلوما هو وسبعون من آل بيته، قتلوا بكربلاء مظلومين ظلما عدوانا، وكان قتلهم كارثة وجريمة شنعاء في التاريخ. والذين قتلوهم رفع عليهم السيف فقتلوا وقطعوا، ولم ينجو منهم أحد تقريبا، لم يعرف أحد شارك في قتل الحسين معه إلا وقد قتل. قد رأت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يوم عاشوراء بالمدينة وهي صائمة في وقت ظهيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده قارورة، فقالت يا رسول الله بها، قال أجمعوا بهذا من الحسين، هذه رؤيا في المنام، فعرفت أنه. وهذه الجريمة لا تبيح مخالفة الشرع ولا منابذته ولا الاعتداء على من فيها، وهي جريمة مختصة بمن اقترفها وفعلها، ولم يرضى بها أهل السنة، ولا أحبوا من فعلها، ولا رضوا بذلك أبدا، ولا ناصروه، وهم يكرهونها ويكرهون من فعلها ويبرؤون إلى الله، فكيف تعد عليهم وكيف تحسب عليهم وهم لم يشاركوا ولم يفعلوا ولم يقروا ولم ينصروا. وأيضا ما يقع فيها من ضرب الخدود وشق الجيوب وأعمال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من البدع المضلة. وقد سرى إلى بعض أهل السنة أيضا أمور مبتدعة تحصل بين أهل السنة، ليست من شأن الروافض ولا من شأن الشيعة، تحصل في السنة. يرون أن التوسعة على العيال وزيارة العلماء والمسح على رؤوس اليتامى والتكحل وأمور أخرى يعدونها 12 خصلة قد نظمها علي الأجهوري رحمه الله بقوله في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اثنتان ولها فضل النقل صم صلي، إلى أن يقول ولم يرد منها سوى اثنتين صوم وإطعام بدون ميني. أما الصوم فصحيح ورد ثبت، وأما الإطعام الذي ذكره فلم يرد. الحديث الذي فيه موضوع وهو أن من وسع على عياله لم يزل في عيشة مرضية، الحديث موضوع، وقد نظمه بعض العلماء فقال في ذلك ومن يوسع يومه لم يزل من عامه في عيشة راضية، صيام عاشوراء أتى فضله في سنة محكمة ماضية، ومن يوسع يومه لم يزل من عامه في عيشة راضية، لكن الحديث موضوع ولا يحتج به. فهذه الأمور التي دبت أيضا إلى أهل السنة هي من بقايا ورواسب البدعة التي لا بد من إزالتها. يوم عاشوراء يصام شكرا لله على نجاة موسى، وإذا تذكرنا ما حصل للحسين بن علي وآل بيته فإننا والله نحزن لذلك، ونكره من فعله، ونكره هذا الفعل الشنيع، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونعزهم ونجلهم ونواليهم، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن ظلمهم أو اعتدى عليهم، ولكن لا يحملنا ذلك على مخالفة السنة أبدا.